مفيش شك ان في نقطه تلاقي وتكامل ما بين التعليم الجامعي والتعليم الاساسي، وان كان التحدي الاكبر في بناء الانسان بيقع على التعليم الاساسي يكون اللبنه الاولى في بناء الانسان وتشكيل الوعي. دكتور رضا حجازي، يمكن حسب المعلومات والارقام المتاحه لدي ولحضرتك تصحيحها، ان اكبر تحدي امام حضراتكم في وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني قطاع التعليم الاساسي عموما هو آفة الزيادة السكانية. صحيح. نتكلم في 700,000 طالب سنويا بيزيدوا في المدارس. 750,000 طالب سنويا بيزيدوا في المدارس. في تطوير، في تغيير. صحيح. في رفع كفاءة، في تغيير مناهج، لكن ازاي بتقدروا ان انتوا تتعاملوا مع هذا التحدي حتى لا ينعكس على جودة التعليم؟ جميل، شكرا جزيلا. اتفضل. فخامة الرئيس، شكرا جزيلا على ان احنا انا موجود معاك مع فخامتك اليوم. انا الحقيقه بنطلق من كلمه فخامتك ان الاصلاح التعليم عمليه ليست سهله وليست بسيطه، والتحديات قويه جدا، وكنت بتطلب مننا او من الدوله المصريه كلها التضحيه وبذل الجهد، لان فعلا الامر كان في درجه من الصعوبه. فلسفه الاصلاح التعليمي، وانا بقول الاصلاح مش التطوير، لان الظروف كانت صعبه جدا، يعني كان أبنية تعليمية لا تلبي الخدمات، متهالكة من الناحية التركيبية والوظيفية، مناهج جامدة، في حين أن الثورة العالم كله الآن في ثورات معرفية، ثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في وظائف هتختفي، وظائف هتطلع، فما عادش موضوع أن احنا يبقى عندنا مناهج تبقى نحفظ الولاد معلومات، لا، الموضوع هيبقى مختلف تماما. ده احنا عايزين ولادنا وهم اللي بينتجوا المعلومات، وبالتالي كمان عندهم قدرة على الابتكار وبناء شخصيتهم، وتبقى المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم الحقيقة. فما كانش قدامنا ان فخامتك برنامج اصلاح التعليم اللي اطلقته، ان احنا على طول نشتغل في المنظومة كاملة شاملة، لان ما ينفعش هنطور جزء ونسيب جزء. فالحقيقة واحد من الحاجات ان احنا على طول، دي كانت فلسفة الاصلاح، الإصلاح الشامل لجميع العناصر المنظومة، من مناهج تلبي طلبات واحتياجات وتوافق العصر ونمو الشخصية ومخرجات التعلم، وعندنا أبنية تعليمية تكون فيها فراغات، ومعلمين قادرين على هذا التطوير، لأن دور المعلم اختلف فخامة الرئيس، ونفس الكلام في التطور التكنولوجي والتحول التكنولوجي. فبعد إذن فخامتك، أنا بس عايز أقول رغم كل الظروف اللي البلد فيها من 2014 ل 2023 اللي هو احنا دلوقتي، احنا ارتفع الانفاق ما يزيد عن تريليون جنيه في التسع سنوات، من 214 ل 223 تريليون جنيه ما يزيد عليهم تم صرفه على التعليم. ارتفع من 89.9 مليار جنيه في سنة 13-14 إلى 118 مليار جنيه، وده بيقول إن في زيادة قدرها 46% في الموازنة عن الموازنة اللي قبلها، وده يعكس اهتمام الدولة. عايز أقول لفخامتك بقى إن ميزانية 23-24 160 مليار جنيه، اللي هي العام اللي احنا بادئين فيه ده إن شاء الله. فده مؤشر بيقول إن الدولة مهتمة بالتعليم. المحاور المنظومة، أنا دايما معلش يا دكتور أنا هتدخل. اتفضل يا فندم. أنا عايز أقول إيه، يمكن الأرقام اللي بيقولها الدكتور وزير التعليم، يعني بيقول إن في إنفاق، وبيقول إن في تطوير في الإنفاق كمان. أيوة. لكن أنا بما إن إحنا دايما بنتعامل مع بعضنا بشفافية وبصراحة، هو حجم الإنفاق ده يكافئ العدد اللي بيتم تعليمه ال 25 مليون؟ لا لا. طب انا بقوله ليه؟ لا لا، بقوله ليه؟ صحيح، واحنا مسؤولين كلنا مع بعض، عشان كده مش انا لوحدي اللي مسؤول، ولا رئيس الحكومه ولا وزير التعليم، احنا كلنا مع بعض مسؤولين عن ده. الرقم ده قد يكون حتى مضاعفاته مش كفايه. صحيح. تصوروا حتى مضاعفاته، لان هو لما قال في الاول وسالوا الاستاذ احمد وقال له يعني انت بتقول ان التحدي اللي عندك الزيادة السكانية، فقال له 750,000 كل سنة بيدخلوا التعليم. طيب ما هو التحدي ده، هل الدولة قبل لمجابهته ولا لا؟ صحيح. انا بكلمكم بصراحة، مش صحيح. صحيح، ولازم نقول الكلام ده للناس وتسمعوا مننا بمنتهى الوضوح. صحيح.
النهاردة مش الفكرة أبدا إن أنا بعمل مدرسة أو فصل، لكن كمان أنا هقدر أعمل تشغيل مناسب يطلع منتج تعليمي جيد لأبنائنا وبناتنا. صح. في المرحلة المهمة دي، يمكن في الجامعة، وكلام الدكتور أيمن كان كلام مهم ويطمن، بس ده خلاص هو قطع شوط كبير قوي في مرحلة التعليم الأساسي وجاله بعد كده في الجامعة، لكن النهاية احنا بنبني بناء حقيقي للشخصية وبنصغها بالشكل اللي هي تبقى شخصية صالحة وناجحة وداعمة لوطنها في الفترة بتاعت التعليم الأساسي إن شئت إن احنا نأكدها. فأنا بس عايز أقول لنا وإحنا بنتكلم في ده، أو إحنا مش عايزين وإحنا بنتكلم نقول كلام يعني إيجابي فقط أو كلام مشجع فقط، لا، إحنا عايزين نطرح المشكلة أو نطرح القضية اللي بنتكلم فيها. أنا بكلمكم بمنتهى الصراحة ونقول يا جماعة إحنا بحجم النمو السكاني بتاعنا ده إحنا بنقابل تحدي، الكلمة اللي حولها قد تكون مش مريحة، إحنا ملناش قبل بيه، إحنا ملناش قبل بيه إن أنا أزيد بالرقم ده وبقى محتاج مش بس في قطاع التعليم، لا، في قطاع الصحة، في قطاع التوظيف، في كل القطاعات الأخرى. الناس تقول طب إحنا دخلنا وتخرجنا من الجامعة مش لاقيين شغل، دخلنا والشغل اللي موجود المتاح لنا احنا مش جاهزين له، زي ما قال الدكتور ايمن في ان احنا نعمل نقدم تعليم يكافئ او يبقى طبقا لمتطلبات سوق العمل. فانا بس كنت عايز اقول ايه، اقول لك ايه، لو سمحت تقول الرقم المطلوب حقيقة للتعليم بالنسبة لعدد الطلبة. طب ده كلام انت بتقوله للناس ليه؟ هي بلدنا ولا بلدي؟ بلدنا كلنا، بلدنا كلنا. فانتوا لازم تعرفوا، تعرفوا مين يا اهل مصر، صحيح، يعرفوا الحكايه بتاعتنا، عشان الكلام اللي انا بقوله ده بيبقى ليه تاثير في النهايه على مجتمعنا وعلى شكل الدوله المصريه وتقدمها. العدد اللي بنتكلم عليه ده ثم قطاع زي التعليم، زي قطاع زي الصحه، زي قطاعات اخرى لا تستطيع ان تلبي هذا النمو، تقوم الناس تشعر بال يعني عدم الرضا. الدكتور مصطفى بيقول لي فانا يعني مش عاي يعني ممكن تقول لي احنا زودنا الرقم ب 200 مليار، انا بقول لكم ال 25 مليون دول مش عايزين اقل من اقولي تريليون جنيه. انا بقول صحيح. بكلم لا صحيح، ها، معدل ما ينفق على الطالب في كل، مش كده ولا اه صحيح. طب هل احنا النهارده بننفق ده؟ لا. طب احنا قادرين نلبي العدد المدارس دي؟ طب لا. طب هو بيقول لي حتى انا مش اصل التعليم الاساسي انا بشايف ان هو ده مهم جدا. لا مش مهم جدا، ده الاساس الحقيقي اللي هتنطلق منه الدوله المصريه لحلمها واملها صحيح على المدى يمكن البعيد. صح. وبالتالي انا لازم يعني حتى لو انت بتقول لي 160 دلوقتي يا دكتور، لا مش هينفع. معلش يا دكتور مصطفى بقى، ما يعني انا عارف انا بتكلم على ان انتوا في الموازنه بتاعتكم القادمه حطيتوا الرقم ده، ده بصراحه مش كفايه. لا ولا يا دكتور، طب نعمل ايه؟ ها افكار وهنزود الرقم. وهنزود الرقم يا دكتور مصطفى. ومبادرات. كده يعني. طيب. وطبعا المبادرات. اتفضل. شكرا فخامة الرئيس. انا بس 750 الف طفل زيادة معدل مواليد عن المعدل الطبيعي اللي 2 مليون ونص. يعني انا اللي بيدخل لي في اولى ابتدائي 2 مليون ونص زائد 750 الف. 750 الف دول يعملوا على طول 20 الف فصل، ويعملوا معهم 20 الف معلم محتاجينهم كزيادات. احنا عندنا المنظومة كاملة بقى، الابنية التعليمية، المناهج، المعلم، ثم التعليم الفني، لان ده واحد من العناصر المهمة جدا لانه بيأثر في الاقتصاد. الابنية التعليمية وان احنا ازاي توسعنا فيها، احنا ادي شكل الابنية في 2014.
المدرسة لم تكن جاذبة على الإطلاق ولا فيها فراغات تسمح بالتعلم اللي احنا بنتمناه لأولادنا في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل ان احنا عايزينهم يمتلكوا المهارات ويتأسسوا من ناحية التعليمية. بدأنا نغير شكل المباني الحقيقة، وده واحد لازم، وده موجود والناس تشهده لما تمر في 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 مصر وفي مدن مصر، هتجد المدارس ومدارس حياة كريمة، وشكل المدرسة بقى فيها امتداد رأسي، بقى فيها فراغات، بقى فيها بنية تكنولوجية موجودة. العدد مش كامل، مش كامل، عايزين اكتر، عايزين اكتر، دي 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 ده كلام لا محالة فيه، لكن ده انجاز في ظل اللي احنا بنقوم به في هذا الإطار. عدد فصول الحالية هي 552 ألف فصل. احنا في الفترة من 14 ل 23 فخامة الرئيس بنينا 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه. ده الحقيقة واحد من الأشكال اللي أنا وصلناها، انترنت سريع، فايبر موجود 2476، وخاصة المدارس الثانوية في عندنا 9246 معمل مطور، المدارس فيها معامل لكن ده معمل مطور، في عندنا شاشات ذكية 36210. وبالمناسبة فخامة الرئيس ده اللي مكننا أيام كورونا ان احنا نكمل التعليم بتاعنا، ولا التعليم مصر من الدول القليلة اللي استكملت التعليم أثناء جائحة كورونا بفضل البنية التكنولوجية. التوسع الحقيقة في المدارس المتميزة، هناك رغبة من الناس عايزة أولادها يتعلموا بشكل أفضل، فالحقيقة عندنا مدارس النيل المصرية، ودي واحدة من اللي بتمنح شهادة مصرية دولية، عندنا مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات، دي وحضرتك زرت المنيا مرة فيها وشفت أولادنا على فكرة بيحصدوا جوائز على مستوى العالم، عندنا 21 مدرسة من هذه المدارس، الطالب بيكلف الطالب الواحد الدولة المصرية بتصرف عليه 60,000 جنيه في السنة، لأنه بيبقى فيه إقامة كاملة في هذا الصدد. إحنا بنحلم وعايزين إن شاء الله في الخطة الاستراتيجية إن يبقى في كل، هم في 18 محافظة، عندي 21 مدرسة في 18 محافظة، عايزين كل محافظة يبقى فيها مدرسة من مدارس استم، وتوسعنا فيها اللي عملناه هذا العام بقى مدرسة العباقرة، وهي عبارة عن مدرسة المتميزين في أولى ثانوي استم من كل العشرين مدرسة، 21 مدرسة مع الحاصلين على جوائز عالمية في العلوم والرياضيات، عملنا لهم مدرسة سمناها مدرسة العباقرة، وهيبقى فيها توأمة مع المدارس مناظرة في الدول الأجنبية، وجامعة وأيضا مدرسة جامعة مصرية متميزة ترعاهم ولهم مجموعة من المنح، وإن شاء الله هتبدأ هذا العام مدرسة العباقرة كريمة الكريمة زي ما بيقولوا الحقيقة يعني. المدارس الرسمية الدولية، في كتير من الناس عايزة تودي ولادها تعليم دولي لكن مش قادرة، فعملنا ما يسمى بالمدارس الرسمية الدولية أو ما يسمى اللي هي الاي بي اس، ودي الحياة تكلفتها في متناول الناس، ودي عليها إقبال كبير جدا في هذا الصدد. المدارس المصرية اليابانية واحدة من نوعية التعليم اللي تركز على الشخصية وبناء الشخصية والاعتزاز بالذات وتحمل المسؤولية، وده احنا في أمس الحاجة إليه الحقيقة فيما يعرف باسم التوكاتسو، فالحقيقة ده المدارس المصرية اليابانية، مدارس مع المشاركة مع القطاع الخاص، ثم المدارس الرسمية لغات أو كان ما يطلق عليها المدارس التجريبي زمان، وعليها الحقيقة إقبال جامد جدا، لكن احنا إن شاء الله هيتضم إلى هذا الموضوع مدارس المتكاملة للغات، ودي مدارس ذكية ومدارس فيها بتراعي الموهوبين اللي بنقول عليها EILS، ودي واحدة هنقول عليها كده فخامة الرئيس مدارس يعني سيمي انترناشونال، هي مدارس محل ناشونال لغات لكنها وفق المعايير الدولية، وإن شاء الله يبقى عندنا هذا النموذج في يبدأ هذا العام بإذن الله. المناهج ده حكاية كبيرة مع فخامة الرئيس، أنا إن أنت مناهجنا ما كانش ينفع تتصلح، لكن كان لازم في تغيير جذري في المناهج، لأن خلاص المناهج القديمة كانت كلها مبنية على الحفظ والتلقين وجامدة، فكان الحقيقة واحد من الحاجات إن احنا عملنا مجموعة من المناهج كلها وفق خبرات مصرية وخبرات دولية، وكلها مبنية على بناء الشخصية والتفاعل الطلاب في هذا الإطار. الحقيقة ده كان، وحتى كان عندنا كمان كتب متعددة التخصصات والقيم واحترام الآخر، واحد من الكتب اللي اتضمت لهذا الموضوع، فكان عندنا وادي الموضوعات بتاعتها، عندنا 49 منهج تم تطويرهم وشغالين، وقطار
قطار التطوير وصل للصف السادس الابتدائي واتنقل للصف المرحلة الإعدادية، وإحنا انتهينا في المرحلة الإعدادية حاليا لحد اللحظة اللي أنا فيها من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة، وبناء عليها نبدأ نطرح لمناقصات للتأليف وفق استكمال التطوير اللي إحنا بنكمل فيه. الحقيقة هنا فخامة الرئيس، أنا لو أنا استنيت عشان أخلص تطوير أولى إعدادي وتاني إعدادي وتالت إعدادي يبقى حوصل المرحلة الثانوية بعد 3 سنين، هذا أمر صعب جدا. يعني أنا الدولة المصرية شايفة الإسراع في تطوير المرحلة الثانوية، إحنا كلفت المركز البحوث عندي ومركز امتحانات يدرسوا المرحلة الثانوية من حيث مناهجها وآليات القبول في الجامعات، فلقينا ان في مشكله كبيره في هذا الموضوع الحقيقه. فعلى طول بدانا طلعوا 3 توصيات. الحقيقه النماذج التعليميه كلها في العالم بتقول الاسراع في التعليم، بمعنى انا مش لازم اخلي طالب يدرس في سنه واحده واجبره يدرس في سنه، في طالب عايز يدرس في سنتين ويقدر يتحمل في سنتين، وفي طالب يقدر يخلص في سنه. فالاسراع التعليمي واحد من المبادئ اللي في النماذج التعليميه حتى المتاحه في دول العالم معانا في مصر وفي موجوده حتى في المدارس الدوليه اللي موجوده عندنا. حريه الحاجه الثانيه تعدد المحاولات، لا نحكم ابدا على طالب من اختبار واحد في لحظه واحده في وقت واحد، فده هو اللي عامل موضوع قهر عندنا في الثانوية العامة. الحاجة الثانية هي حرية الاختيار، لازم الطالب يبقى قدامه مسارات مختلفة ويختار من بينها، وإن شاء الله يعني ده الحقيقة نتاج الدراسات اللي عملها المركز القومي للامتحانات عندي، وإحنا عايزين آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي. فخامة الرئيس في مؤتمر قومي كبير جدا لهذا الموضوع، في خبرات دولية وخبرات محلية وكل الشركاء يعرفوا اللي بيحصل في هذا الصدد. معرفش أنا أتمنى أن فخامتك ترعى هذا المؤتمر. شوف أنا دايما معاكم في كل مبادرة أو طرح أنتم بتطرحوه يساهم في إنجاح أي جهد للدولة يعني، لكن أنا هقولك على حاجة قلتها قبل كده. أنا طبعا موافق عشان بس يبقى ما ننساش يعني، لكن أنا عايز أقولك على حاجة أنا قلتها قبل كده. قلت إيه؟ إن أنتم وأنتم شغالين انتبهوا قوي لثقافة التعلم في مصر. صحيح. ثقافة التعلم يعني ايه؟ يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم ازاي؟ ايوه. وعنده استعداد يقبل يجرب. أيوة. لغاية فين؟ أيوة. ويتحمل يا دكتور مصطفى لغاية فين؟ عشان النهارده ما تجيش تعمل طرح، هذا الطرح واحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات اللي فاتت. صحيح. وشفنا ان الناس بتبقى خايفة ان التغيير يكون على حساب ولادها، وده امر احنا نقبله ونحترمه، لانه طبيعي انا ابني او بنتي في المدرسه او انت بتقول في طرح جديد انا مش مطمن خايف ان الطرح ده ياذي ولادنا او ياذي ابني في التجربه. فهنا اتصور ان احنا محتاجين دايما في كل حاجه من حوار ايوه حوار مجتمعي، تعالوا نتكلم مع بعضنا وتعالوا نبقى احنا أيوة أيوة مستعدين، يبقى عندنا يعني مش عطاء، يبقى عندي فرصة ان انا حتى لو يعني اطمنك باجراء اخر. صحيح. تبادلي انتقالي، يعني ايه تبادلي انتقالي؟ يعني بما انك انت بعمل معاك المرحلة دي دلوقتي وانت خايف وانا معاك خايف معاك. أيوة كمان. أيوة. طب انا حامل مرحلة انتقالية للمدة لغاية لما تترسخ التجربة او المسار اللي انتوا طرحينه باجراء انتقالي اخر او باجراء اضافي يعالج اي صحيح يعني اثار جانبيه للفكره. تمام. اثار جانبيه للفكره، لكن انا المشروع المؤتمر اللي انتوا عايزين تعملوه انا معاكم فيه ونحضره، بس كنت عايزك تقول لي لو انت المدارس اللي هي اللي فيها فكره زي يعني اللغات الدوليه قول لي مثلا ايه. طب ساعدني بان انا هو دكتور مصطفى هيبقى زعلان قوي دلوقتي وخايف ان انا ورطته في الفلوس. لا قول لي مثلا ايه نعمل 100 مدرسه، المدرسه 20 فصل؟ لا احنا عندنا خطه للتوسع في هذه المدارس الحقيقه، يعني طبعا ده الرؤيه المستقبليه عندنا ان احنا هنوصل ل 200 مدرسه اي بي اس في خلال الخطه الخمسيه اللي موجوده. انا ما عنديش وقت للخطه الخمسيه. صحيح. ماشي. قول لي النهارده المدرسه 20 فصل ولا اكتر من كده؟
المدرسة 30 في 30 40 فصل 30 كبيرة 40 فصل أو فرصة بقى يا دكتور يعني أما فرصة. طب على كل حال أنا دايما أقول ده يعني لما أنت طرحت عليا وطرح عليا أن القطاع الخاص عايز يعمل قلت لهم يا جماعة طب أنت عبال ما تاخد أخصص لك أرض وانت تبني وتاخد وتشوف صحيح الفكرة دي طب ما تيجوا تعالوا نحن كحكومة نعمل المدارس دي وده جزء المشاركة بتاعتنا مع القطاع الخاص وهو ياخد ويدير ويبقى تكلفة تغطية العملية التعليمية هو بخلال إدارته تحت إشرافنا في للفكرة اللي احنا محتاجينها يعملها. على كل حال أنا معرفش المدرسة تتكلف كام كان. هو الفصل حاليا دلوقتي وصل ل 800 ألف جنيه إنشاء يعني نقول 500 ل 600 يعني مش كده؟ لا 500 600 ألف؟ لا طب على كل حال يعني أنت بتتكلم في 3000 فصل؟ مش كده؟ مثلا يعني حوالي 15 مليار يا دكتور لا مش هعبر بيه ما احنا عايزين اصل التعليم ده لازم ياخد قوة دفع هائلة والله انا من غير ما تقول لي والله يعني انت عندك شك لا طبعا ابدا لا صحيح لا أبداً. يعني مش محتاج تحفيز لا ده انا نفسي طيب احنا نقول ان شاء الله اذا كانت الاراضي موجودة يا دكتور وجاهزين ان احنا وانتوا اخترتوها تبقى يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع السكاني والكلام اللي بيتحط في الدراسه بتاعتكم نتكلم ان احنا نبدا في البيت مدرسه دول احنا في شهر 10 نقول ان شاء الله يعني بامر الله سبحانه وتعالى نقدر خلال سنه الميت مدرسه دول يخشوا شكرا فخمت يعني شكرا احنا بنبدا وكده. طب انا عشان الدكتور مصطفى ما تضغطش عليه زياده عن اللزوم برضه هنحط رقم معتبر من تحيا مصر الدكتور مصطفى كصندوق يمول جزء من الميت مدرسه دول اللي هم اذا كنت انا فاهم ان هم هيبقى جزء منهم مدارس الاي بي اس ومدارس شوف انتوا عايزين ايه بس احنا المتكامله للغات في 3000 فصل عشان الدكتور ما ايه كده يعني مع برنامجك العادي اللي انت شغال فيه تمام اتفضل شكرا فخامه الرئيس بجد يعني المناهج التعليم الفني طبعا واحد من الحاجات اللي مهمه جدا الصوره الذهنيه للتعليم الفني في مصر كانت ضعيفه جدا وكان يعني الطالب الضعيف هو اللي يدخل التعليم الفني لا احنا بدانا نشتغل بنظام الجدارات وحقيقي الكلام بالتفصيل شويه عن التعليم الفني في هذا الاطار الحقيقة واحد من المنصات الرقمية وبنك المعرفة لما كان منصة عليها مواد التعليمية الرقمية الحقيقة كتيرة جدا الحمد لله احنا بقى عندنا قنوات تعليمية وعندنا منصات تعلم معنا ودي كلها بقت عليها كل المواد التعليمية الرقمية على المنصات فيها عندنا كتب إلكترونية وتفاعلية في عندنا برمجيات في عندنا تدريبات واختبارات بس انا عايز اقف لحظة صغيرة يا فخامة الرئيس احنا يعني الطلبة بيشتكوا وبيسيبوا كتب المدرسة ويروحوا يجيبوا كتب من برة ففي حين ان احنا اصحاب الشغلانة يعني فالحقيقة المركز المناهج عندي بدأنا نعمل كتب تعليمية وتدريبية فيها كل الشرح بالتفصيل مع التدريبات يقدر الطالب يدخل على التدريب يحله تطلع له نتيجة ويطلع له تقرير عن أدائه وطرحناها وحطناها على موقع الوزارة علشان نغني أولادنا عن أن هم يرجعوا لمصادر أخرى خارجية الحقيقة فده الحقيقة واحد من الحاجات اللي عملناها في أيضا زي ما في بنك أسئلة في الثانوية العامة للمرحلة الثانوية عملنا بنك أسئلة من المرحلة من رابعة ابتدائي لثالثة ثانوي ولكنها بنوك أسئلة مفتوحة التقويم من أجل تعلم أفضل بحيث أنه يبقى بنوك عندي وطبعا بعد كادر يعمل هذا الكلام والطالب يقدر يدخل على وحدة الأسئلة اللي عليه ويطلع له تقرير بأدائه فالحقيقة ده واحد من الحاجات اللي شغالة بادئين فيها هذا العام البريد الإلكتروني الأكثر من 16 مليون كل طالب عندي له بريد الكتروني اقدر ابعت له رساله على بريده او هو لو معاه التابلت يبقى على التابلت بتاعه فده الحقيقه واحد من الحاجات المهمه جدا اللي ساعدتنا زي ما قلت لفخامتك ان احنا كملنا العام الدراسي من غير ما نرجع لجائحه والتحول الرقمي يعني انا الوقت في موضوع كتب فخامه الرئيس
انا لازم الكتب حجمها لازم يقل شويه، في ان انا ببدا احط روابط الكترونيه في الكتب في بحيث ان حجم الكتاب يبدا يبقى قليل والطالب يقدر يدخل على الرابط يكمل له مواد اسرائيليه. فالحدا كانت المنهجيه اللي اتبعناها هذا العام في موضوع الكتب الدراسيه اللي عملناها. تطوير نظام التقييم ده حكايه كبيره جدا، بدا ببنوك اسئله وما كانت الامتحانات. الحقيقه ده كان حاجة مهمة جدا. أنا لما أجي أسحب امتحان الثانوية العامة وأجيب لجنة تعمله أنا ببقى حاطط إيد على قلبي كمسؤول ثانوية عامة. أنا مش ضامن الناس عملت الامتحان وفق المواصفة ولا لأ، لكن بقى عندي بنوك أسئلة موجودة بنسحب منها الامتحان وفق المواصفة ونعمل امتحانات عندنا في هذا الإطار. أولى ثانوي وتانية ثانوي تم امتحانهم إلكتروني بشكل كامل لـ8 مليون طالب موجودين عندي امتحنوا إلكتروني في على مستوى الجمهورية. صححنا إلكتروني للثانوية العامة الام سي كيو، حتى المقال القصير تم تصحيحه ارسلناه على التابلت المعلم وتم تصحيحه. فالحقيقة واحد من الحاجات المهمة هي الطلبة هم بيمتحنوا مهمة على التابلت بتاعنا، ادى التصحيح الالكتروني. المدرسين كانوا بيقعدوا يصححوا الكتروني، فيها نوع من الاريحية وما هو يعرفش خالص الورقة دي بتاعت مين، استحالة يعرف هي ورقة مين. ده انا ممكن ابعت ورقة من القاهرة ابعتها اسوان على البريد على التابلت للمعلم. الجزء الثاني والاهم ان احنا عملنا البرلز عندنا مستوى الفهم القرائي مسابقه، احنا قفزنا فيها 48 نقطه في الفهم القرائي لطلاب الصف الرابع، ودي مسابقه دوليه الحقيقه، واحده من الحاجات اللي بتفيد بتساعدنا في التصنيف العالمي. وهندخل في اختبار البيزا سنه 25، وده ثلاثي اكتر الفهم القرائي والرياضي والعلوم وحل المشكلات. ده جزء. وعملنا اختبار وطني NST للفهم القرائي والحسابي لطلاب الصف الرابع، والحقيقة نتيجته هتطلع قريب جدا بإذن الله في هذا الإطار. فالحقيقة لا، نظام التقييمات ده واحد من الحاجات اللي حصل فيها ان انا ببعد عن العنصر البشري تماما، ولذلك هتلاقيش تظلمات. الاول كانت التظلمات دي حاجه كبيره جدا في الثانويه العامه، لكن الوقت الامر بقى الكتروني، ما فيش فيه مشكله خالص، والتصحيح الكتروني. طبعا لازم نشتغل بقى بشكل اعمق على بقيه المواد وعلى بقيه السنوات. فبقى عندنا ان احنا بنتحول لتقييم الاداء اللي هو المهام الادائيه، ومشروعات بحثيه اولادنا بيعملوها في كل الصفوف على التحديات، المشروعات القوميه اللي بتقوم بها الدوله المصريه، بقى في اختبار لهذا الاطار في كل الصفوف الحقيقه. والتقييم الوطني للصف الرابع اللي انا قلت لفخامتك عليه ده نتيجته المركز القومي للامتحانات بيقوم بيه علشان ننهي لكده. الأنشطة واحدة من الحاجات، إذا كنت عايز تنمي تخلي المدرسة جاذبة وتخلي المدرسة ترعى الموهوبين والموهبة، لابد نبقى عندنا موضوع الأنشطة. والحقيقة احنا عاملين الحقيقة مع الوزير اليوم الرياضي واليوم الثقافي كل أسبوع، وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة. ده واحد من الحاجات اللي موجودة، وكمان ولادنا بيدخلوا في المسابقات اللي معاهم في هذا الإطار. فالحقيقة ده واحد من الحاجات المهمة. معلش، المشروع الوطني للقراءة ده واحد من أولادنا دخلوا فيه وخدوا جوائز دولية فيه. المشاركة طلاب المدارس في المسابقات الدولية ده لدرجة ان في كويكب السماء باسم بنت طالبة عندنا في المنوفية اسمها ياسمين. فالحقيقة مشرفيننا في الاحتفالات الدولية. المعلم هو اللي هينقلك ده، هو اللي هيعمل ده. ممكن تبقى المناهج ممتازة لكن هو برضو ما بينقلش ده بشكل جيد الحقيقة. وانا الحقيقة هنا لازم يعني اشكر فخامتك. احنا بقى عندنا 150 الف معلم على مدار 5 سنين، 30 الف كل سنة. لكن الاهم ان انا بقى عندي آلية لانتقاء هؤلاء المعلمين. انا هختار 30 الف اختارهم الاكفأ والاجود لظل النظام الجديد. واحد دوره هيبقى مش ملقن، ده هيبقى دوره مرشد وموجه لمصدر المعلومات، ولازم يبقى متفتح الذهن في هذا الموضوع الحقيقة. فاحنا عملنا لهم اختبارات مميكنة في
في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليس فيها عنصر بشري تماما واجتازوا، وبعد كده الوزارة دربتهم ثم اختارت جهة تقيس مدى اجتيازهم هذا التدريب. فالحقيقة واحدة من الحاجات المهمة جدا في آلية انتقاء المعلمين للدولة المصرية بقى في آلية لهذا الكلام. أنا عندي 30,000 قبل كده عملناهم 2015 والمسابقة كانت مركزي على مستوى الجمهورية، كلهم بعد سنة طلبوا تقليل الاغتراب، لكن المسابقة دي فخامة الرئيس على مستوى كل مديرية وفق كل احتياج في هذا الإطار. الحقيقة مبادرة الألف مدير، المدرسة مدير، إذا أنت عايز تطور مدرسة تبقى مديرها ويبقى مدير منفتح فاهم يعني إيه قيادة، يعني إيه يثير الهمم لهم ويجمعهم وعارف الرؤية الاستراتيجية وعارف هو رايح فين. فالحقيقة دول خدوا منحة 6 شهور في الأكاديمية العسكرية وكلية وزارة التعليم العالي جامعة حلوان، هياخدوا دبلومة في القيادة والأمن القومي. الحقيقة واحدة من الحاجات اللي هتصنع فارق في عملية المديرين. أنا التدريبات اللي فاتت دي تدريبات كتيرة قوي، أنا بس عايز أقول خلال الفترة اللي فات دربنا 1,193,000 معلم في هذا الإطار. أدى تعيين المعلمين الجدد زي ما قلت لفخامتك، أدى 30,000 اللي 15 ثم 150 ثم 30. هل ده هيسد العجز؟ لا مش هيسد العجز، عشان بس يعني برضو حضرتك لا. ولذلك احنا لجأنا إلى العقد بالحصة وضخيت 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة علشان نشتغل بالحصة. الخدمة العامة نفس الكلام، والزيادة السكانية هي كمان ما هي 750,000 طفل هيتضافوا عليا. لكن الحقيقة ده آليات بنعملها مع بعض علشان جودة المعلم تبقى موجودة عنه. الحقيقة كل ده أثر على مناهج جديدة بشكل جديد خالص فروم سكراتش، يعني مش مناهج مطورة كده خدتها وعدلتها، وبنية تحتية وبنية رقمية خلى تصنيفنا في اليو اس سي نيوز ارتفع لفوق من 42 سنة 20 ل 37، وفي مؤشر المعرفة العالمي ارتفع من 83 ل 79. فده يعني التعليم الفني ده حكاية كبيرة جدا يا فخامة الرئيس، ده اللي هيصنع الاقتصاد وهو ده اللي هيقدر. فكانت الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر ان الطالب الضعيف هو اللي يروح التعليم الفني، لكن الحقيقة بفضل جهود أصحاب العمل والقطاع الخاص عملنا ما يسمى بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية اللي يعني 62 مدرسة ومبادرة ابدأ. الحقيقة الطلبة بيقدموا عليها فخامة الرئيس بمجموع أكبر من الثانوية العامة، يعني ما يروحش تعليم عام أو ثانوية عامة ويروح التعليم الفني. ليه بقى؟ لأنه محجوز للعمل، يعني هو قبل ما يتخرج محجوز للعمل، وكمان عنده فرصة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية لو هو عايز يكمل التعليم. وبالتالي الصورة الذهنية عندنا اتغيرت، وزي ما شفت فخامتك مردود هذا الكلام إن الأعداد بدأت تزيد والمدارس في التعليم الفني بدأت تزيد. استحداث ده بقى ده الجميل في الموضوع، ان انت بنعمل مدارس ابلايد تكنولوجي او تكنولوجيا تطبيقيه وفق المشروعات القوميه للدوله المصريه قايمه فيها. يعني مثلا مدرسه في البرمجيات، ومدرسه في صناعه الحلي والذهب، مدرسه في الطاقه النوويه، مدرسه في النقل النهري، ده كلها نوعيات والولاد مطلوبين. وعايز اقول لفخامتك احنا عندنا دول طالبه مننا فنيين للعمل في هذه للعمل لديهم. كمان ما ننساش ان احنا بنعلمهم لغه عشان يقدروا لما يسافروا يبقوا قادرين على التعامل مع هذه الدول. طبعا ما فيش شك ان احنا كان لازم نشترك مع القطاع الخاص، لان ده حاجه تكامل مهم جدا، ودي الحقيقه الشركات اللي اشتركت معنا في هذا الاطار دورهم كبير جدا. هو ده اللي عمل النقله النوعيه، لان التعليم الفني كانت مشكلته ان انت مش عارف تدربه او لا تعمل له معامل بالشكل المطلوب، لكن هنا انت بتحطه في المواقف الطبيعيه. فعشان كده شركائنا معنا من القطاع الخاص يعني لهم كل التحيه. الحقيقه التعليم الفني بدأ على طول هو كمان يبدأ مؤشراته تعلى، بدل ما كنا 113 في مؤشر التعليم الفني والتقني والتدريب ارتفعنا ل 81. مركز التدريب المستمر من 128 بين 98، في عندنا مركز تقدم مصر مؤشر مستوى تدريب العاملين من 107 ل 43. ده ايه؟
هو اخر حاجه في فخامه الرئيس موضوع المحو الاميه وتعليم الكبار. واحد من احنا محينا اميه في العشر سنين 5 مليون امي، لكن الحكايه مش محو اميه ابجديه ابدا، عشان كده في ارتداد وفي احجام وفي منابع للاميه موجوده. فالحقيقه اليونسكو عايز يعمل معانا مؤتمر كبير من اجل الوعي والتمكين. ده انا الامي مش مجرد ان انا بحرره من الاميه الابجديه فقط، ولكن عايز اعمل له وعي وتمكين. فالحقيقه اليونسكو مرحب ان هو يعمل معنا هذا المؤتمر، بحيث يبقى النقلة المفهوم مختلف، ليس أمية أبجدية ولكنه وعي وتمكين. شكرا فخامة الرئيس.